الفيلم ديالنا كيبدا مع أولغا واللي هي واحد السيده الكبيره في العمر واللي مريضه حيت عندها سرطان في العظم. داكشي علاش ما كتقدرش تحرك بزاف وغير ناعسه حيت الذات ديالها كلها كتحرقها وما بقاش عندها الامل في العلاج. والدكاتره قالوا ليهم بلي بقى ليها غير واحد الشهر وغتموت. وأولغا وصلت واحد السيد باش يقلب ليها على واحد الصندوق اللي في اللعبه باش تشري عنده بالثمن اللي بغى. وملي لقاه جابوا ليها للدار وقال ليها بلي لقى هذا الصندوق ب 66 تكشيفه حيت هذا الصندوق كانت عنده علاقه مع بزاف ديال الجرائم هذه عام. وقال ليها بلي الصندوق كيعاود عليه بزاف ديال القصص ديال الاشباح. ولكن إتغار ولد أولغا ما خلاهمش يكملوا الهضره ديالهم وعطل داك البائع الفلوس ديالو باش يمشي فحالو. ولكن داك البائع نسى الصور ديالو تما وملي خرج من البيت أولغا حلت داك الصندوق. خرجوا من الصندوق شي دفرين وكحل وكانوا كيخلعوا. ولكن أولغا ملي شافت داك الشيء كاع ما تخلعات بالعكس فرحات بزاف. وفي ديك اللحظه رجع داك البائع باش يدي الصور ديالو اللي نساهم. وفي ديك اللحظه هجم عليه داك البهلوان وقتلو وجر الجثه ديالو للصندوق لداخل. وداك العداد ديال الصندوق تكتب فيه رقم واحد. والغد ليه وصلت ايميل القصر ديال أولغا حيت كتقلب على خدمه. وملي تلاقات مع إتغار عاود ليها على الحاله ديال ماما والمرض اللي عندها وقال ليها المهمه ديالها في هذا القصر هي الميناج. وعطاها واحد الورقه اللي فيها ديك القواعد ديال الدار وملي قراتهم وسينات في ديك الورقه وهي كتعجب من ديك القواعد. من بعد طلع إتغار باش يطلع على ماما وتخلع بزاف من اللي لقى الدم على الارض وسول ماما شنو هو هاد الدم هذا اللي كتير. وقالت ليه بلي هذاك الدم ديال داك البائع. وعاودت ليه بلي واحد الشيطان خرج ليها من داك الصندوق وعرض عليها باش يشفيها من داك المرض ديالها. في المقابل تعاونوا باش يقتل 6 ديال الناس. وطلبت من ولدها باش يعاونها باش تبرأ من داك المرض وقالت ليه ما تخلي حتى شي واحد من دوك الخدامه ديال القصر يمشيو في حالهم وبالعكس خصك تجيب ناس اخرين لهنايا باش نقدروا نكملوا داك العدد ديال القتله ونبرأ نهائيا من هذا المرض. ووافق إتغار باش يعاونها. وفي هذا الوقت كانت ايمي كترتب الحوايج في البيت ديالها وصيفت لها صاحبه واحد ميساج وبغات تهضر معاه ولكن ما لقاتش الريزو تما. وبقات كتمشى في داك القصر باش تلقى الريزو. واحد شويه هي طيح واحد الفاز بالغلط ومشات عند فرانك اللي هو الطباخ ديال القصر اللي كان جالس مع جينيت اللي كدير حتى هي الميناج. وقالت ليهم بلي هي هرست واحد الفاز وما شافتوش. وقالت ليها جينيت بلا ما تخافي انا غنقول لإتغار بلي انا اللي ريحته حيت انا خدامه شحال هذه هنايا وما يقدرش يجري عليا. وشكرتهم ايمي بزاف على هذا الموقف. وفي هذا الوقت إتغار خرج داك الصندوق من الدار وداه لواحد البيت اللي كانت في الجرده. من بعد مشى فرانكو جينيت جلسوا شويه في ديك الجرده وقالت ليه جينيت خصني ندخل دابا للقصر ندير الشغل ديالي. وخلات فرانك بوحدو تما. واحد شويه هو يسمع داك الصوت اللي جا من داك الصندوق وملي دخل تما باش يشوف داك الصوت منين خرج سد عليه إتغار الباب وخلاه تما محبوس. من بعد خرج داك البهلوان من داك الصندوق وقتلو وجر الجثه ديالو لداخل الصندوق. من بعد تحول داك العدال لرقم جوج وكان إتغار كيتفرج في هادشي كامل وبقى فيه الحال بزاف وبقى كيشرب وهو كيقول راسو ما غنعاودش ندير بحال هادشي. وطلع باش يقول لماما بلي هو ما غيكملش في هادشي وتفاجئ بزاف ملي لقاها واقفه على رجليها وقدرت تمشى في ديك البيت وقال ليها هادي معجزه كبيره. وقالت ليه بلي الشيطان قتل المره الثانيه هادشي علاش القوه ديالو تزادت وفين ما كتزاد القوه ديالو حتى ديالي كتزاد وهادشي علاش قرر يتراجع على القرار ديالو ويعاونها. من بعد مشى إتغار عند صاحبته ستيسي باش يهضر معاها شويه ولكن هي غوتات عليه وبلي ما بقاتش كتشوفه وهو مقابل غير ماما نهار كامل. ولكن إتغار تعصب منها وقال ليها بلي ماما تضحات بكل شيء على قبله هو وهادشي علاش ما يقدرش يخليها. وملي ناضت مشى إتغار قلب ليها في التليفون ولقاها بلي هي كتخونه. من بعد خرج من تما وشاف حاله. من بعد إتغار كتب واحد الرساله لجينيت ودار ليها السينياتور ديال فرانك بلي هو اللي كتبها. وملي سال داه النعاس والغد ليه ملي فاقت ايمي لقات فرانك تعطل بزاف وكاع ما كاين في الكوزينه ومشات البيت ديالو باش تدق عليه وقال ليها إتغار بلي فرانك ساقل من الخدمه ديالو وما بقاش خدام هنا ومشى بحالو. ومشات ايمي كملت التنظيف وقالت ليها جينيت بلي خلى ليها فرانك واحد الرساله اللي كانت ديال الوداع. واخا كانوا متفقين الا مشاو من هنا يمشيو بجوج بهم ما يتفرقوش ولكن هو غدر بها ومشى بحالو خلاها بوحدها وبقات كتبكي وبقى فيها الحال. من بعد مشات بحالها. واحد شويه كنشوفو إتغار اللي وجد الفطور لماما وطلعوا ليها وقالت ليه ماما ملي غيقتلوا 6 ديال الناس وتبرا غيسافروا من هنايا وغيبداو حياه جديده في بلاصه اخرى. وسولها ولدها كيفاش عرفات الطريقه ديال هذا الصندوق وقالت ليه بلي قدرات تلقى المذكرات ديال هذاك اللي صوب داك الصندوق وكان داك الشخص كيدرس بزاف على الشياطين وكيقرا عليهم وخسر عاد الصندوق باش يحبس تما اقوى شيطان.
واللي كان قبل منه اسميتو جاكي. هاد الشيء علاش؟ الشخص اللي كيحقق دوك الرغبات ديال الشيطان ويطلق سراحه حتى الشيطان كيحقق له اي امنيه تمنها. وسولها علاش الشيطان باغي يقتل الناس، وقالت لي حيت الشيطان كيتسمد القوه ديالو من دوك الناس اللي كيقتل، وهكا كيقدر يكمل السيطره ديالو على المضيف البشري اللي سميتو دادي. وهاد البهلوان كان عاش في العصر الفيكتوري، ومن اللي عرف بلي الشيطان غيملك له العقل ديالو قرر دادي باش يخليه في الصندوق تما محبوس ويسد عليه. ولكن هذاك اللي صنع داك الصندوق خانو وطلب واحد الامنيه من الشيطان وجاب ليه السد الناس وقتلهم. وهذا الشيء علاش ولا الشيطان مسيطر على دادي، وباش يبقى ديما قوي خصو ديما يقتل. وتصدم الايتغار من ديك الهضره ديال ماما. وفي هذا الوقت ستايسي وصلت للقصر وقالت ليه ماما باش الامنيه ديالها تحقق خصو يضحي شويه. من بعد فتح ليها الباب ودخلت، وملي دخلت للقصر كانت كتقلب على ايتغار، ولكن هو جا من موراها وبنجها باش تدوخ حتى فقدت الوعي. وملي فاقت لقات راسها مربوطه. من بعد مشى ايتغار جاب داك الصندوق وحطو حداها في ديك البلاصه، وقال ليها بلي هو عارف بلي هي كتخونو، وقال ليها ملي مرضت الوالده كنتي فرحانه بزاف وكتسنيها باش تموت، وقال ليها بلي ماما ديما غتوقف في الجنب ديالو، وخلاها مع داك الصندوق وخرج فحالو. واحد شويه هو يبان لينا داك البهلوان اللي خرج من داك الصندوق ومشى نيشان لستيسي باش ياكلها وقتلها. وفي هذا الوقت كانت جيني وايمي مع جالسين مع بعضياتهم كيهضروا، وايمي سولت جيني على ايتغار وعلى العلاقات ديالو، وعاودت ليها جيني بلي هو كانت عنده بزاف ديال العلاقات مع البنات، ولكن ماما ما كتخليهش ديما كتدخل باش ما يكملش دوك العلاقات. وقالت ليها بلي ايتغار ملي كيكون سكران تيعاود ليها على كلشي وكيفضح كاع الاسرار ديالو. واحد النهار كان سكران عاود ليها بلي بابا كان كيضرب ديما ماما، وبلي هو ما قدرش يستحمل ماما كتعذب، ومشى واحد النهار قتل بابا. وديك الساعه يلاه كانت عنده 12 عام، وديك الساعه قررت اولغا باش تحمي ولدها، ولفقت التهمه لعم ايتغار. ملي سالات بقات كتهضر على ايتغار خايب، وهو كان كيسمع كلشي وكان بزاف معصب منها. من بعد مشى رجع عند ستايسي باش يشوفها، وملي قرب منها لقاها باقا حيه ولكن بلا عينين، وخاف منها وهرب دغيا. حين داك البهلوان خرج من الصندوق وجر الجثه ديال ستايسي باش يدخلها لتما. وفي ديك اللحظه تغير داك العداد لرقم 3، ورجع ايتغار للبيت ديالو وخدا منه واحد الدواء، ومشى عند ايمي اللي كانت كدير الخدمه ديالها وحط ليها واحد الفنيده في داك الكاس ديالها بلا ما تشوفه. وفي العشيه ملي بغات ايمي تنعس جاتها واحد الميساج من صاحبها اللي قال لها رجعي للدار، وملي بغات تجاوبو ما لقاتش الريزو. وملي شافت قدامها بان ليها داك البهلوان وتخلعت منه بزاف وهربت، وكانت كتغوت بجهد، وتلاقات مع جينيت في الدروج وهدناتها شويه. والغد ليه في الصباح مشى ايتغار وجد الفطور وداه لايمي البيت ديالها، وطلبات منه ايمي باش تمشي من هاد القصر حيت بغات ترجع بحالها، ولكن هو ما خلاهاش وقال ليها بلي هو غيعاونها وجاب ليها واحد الطبيب باش يشوفها. وملي دوز ليها داك الطبيب قال ليها بلي الادويه هي اللي درت ليها هاد الهلوسه، ولكن ايمي تعصبات على داك الطبيب وقالت ليها انا متاكده من داكشي اللي شفت وماشي كنخربق. وكان داك الطبيب غيعطيها شي دواء، ولكن في الاخر تراجع وقال ليها داك الطبيب اللي خصها واحد سيمانه الراحه باش تبرا. ملي خرج الطبيب من تما تعصب عليه ايتغارت وقال ليه علاش ما عطيتيهاش داك الدواء ديال الهلوسه، وقال ليه انا ما غنعطيها حتى شي حاجه انا اللي عارف، وخلاهم شاب حاله. وملي وصل لحدا الباب الكبير لقاه مسدود وما بغاش ايتغار يفتح ليه الباب. من بعد داك الطبيب رجع وكان معصب بزاف، وملي كان غادي سمع واحد الصوت اللي كان غريب وبغى يتاكد شنو كاين تما، وبان ليه داك البيت اللي فيه داك الصندوق وكان كيشوف فيه. وجا ايتغار من اللور ودفعو ودخلوا لديك البيت وسد عليه الباب، وخرج داك البهلوان من الصندوق بحال ديما وقتلو، وجر الجثه ديالو للصندوق لداخل. وهكا داك العداد تبدل لرقم 4. وملي طلع ايتغار لعند ماما تفاجئ ملي لقاها كتمشى مزيان، وقال ليها بلي الطوموبيله ديال الطبيب راه غبرها، وقال ليها بلي غيحاول يفضي كلشي في هاد الليله. ومشات جين عند ايمي وسولات على داك الدواء اللي عطاها الطبيب، وقالت ليها بلي شافت ايتغار كان كيتفق مع الطبيب وعطاه بزاف ديال الفلوس باش يعطيها واحد النوع ديال الدواء. وقالت ليها ايمي بلي حاسه بلي شي حاجه ماشي هي هذيك كتوقع في هاد الدار، وقالت ليها بلي اكتشفت بلي ايتغار خدا السوارت ديال الباب باش حتى واحد ما يخرج من هاد القصر، واتفقوا بجوج بهم باش يقلبوا على السوارت ويهربوا من هاد البلاصه. ومشات جيني البيت ديال ايتغار باش تقلب على السوارت، ولكن هي ما لقاتهمش. واحد شويه هو يدخل ايتغار للبيت ولكن ما شافهاش وتخبات منه. من بعد مشات لاكاف باش تقلب عليهم ولقات الصندوق تما اللي كان محل، وملي دارت لقات داك البهلوان موراها وهجم عليها. وفي هذا الوقت كانت ايمي كتجمع حوايجها، وملي شافت حدا الكوافوز لقات واحد الكارت فيزيت ديال داك الطبيب خلاها تما، واللي كان مكتوب عليها ما تثقيش في ايتغار وحاولي تهربي من تما دغيا. وكانت جيني باقي ما ماتت وكتحاول تهرب من تما، وطلبات من ايتغار باش يعاونها، ولكن هو بقى كيضحك عليها. واحد شويه هو يجي داك البهلوان وجرها لداخل ديال الصندوق،
وهكا تبدل ذاك العدال لرقم 5 وسمعات إيمي صاحب ساجيني ملي كانت كتغوت وخدات معاها واحد الموس وهبطت لتحت ولقات تما اليد ديال جيني اللي كانت مليوحة في الأرض حدا الصندوق وخافت بزاف وخرجت كتجري وفي هذا الوقت كانت إيتغار كيقلب عليها وطلع لبيتها باش يشوفها واش كاينة تما وفي ديك الساعة طلعت إيمي موراه وسدت عليه الباب من بعد مشات كتقلب على السوارت حتى لقاتهم ولكن تفاجأت قال اللي كانت موراها وضربتها بالموس وقالت لها ما غاديش نقتلك حيت داك الشيطان هو اللي خصو يقتلك وفي هذا الوقت داك الصندوق تفتح وخرج منه داك البهلوان وإيتغار كيحاول يخرج من داك البيت وكيضرب داك الباب بالجهد وملي سمعت أولغا داك الباب اللي كيتهز بالجهد تلفات واستغلت إيمي الفرصة وضربتها بالموس وبقات كتضربها شحال من مرة حتى ماتت وملي سمع إيتغار الصوت ديال ماماه بقى كيغوت وكيبكي وهو كيهرس في داك الباب وإيمي بغات تهرب من ديك البلاصة ولكن شافت داك البهلوان اللي كيتسناها وبقى كيجري موراها ولكن هي قدرت تهرب منه وقدرت تحل داك الباب بالسارود اللي عندها باش نخرج من داك القصر المشؤوم وفي هاد اللحظة إيتغار قدر يهرس داك الباب ومشى كيجري عند ماماه وملي شافها بقى مصدوم وفي نفس الوقت داك البهلوان قدر يشد إيمي ولكن هي خرجت داك الموس اللي كان عندها وضربته به وفي آخر لحظة هربت ولقات واحد الطوموبيل جاية في الطريق وهبط منها واحد الراجل وقدر يعاونها وفي هاد الوقت إيتغار قال لماماه باللي هو ما غيتخلاش عليها وغيوفي بالوعد ديالو وغيخليها تعيش وغيخلي داك البهلوان يكمل رقم 6 به هو وهكا ضحى براسو وداك البهلوان قتلو والعداد تبدل ولا رقم 6 وهكا رجعت أولغا للحياة مرة أخرى ولكن فقدت ولدها وتعدات على بزاف ديال الناس وقتلاتهم باش تعيش هي. إلا عجبكم الفيديو وبغيتونا نستمروا شاركوا في القناة وديروا لايك باش يوصلكم كل جديد وشكراً.